أهل العلم المكر في هذا الكلام من 10 أوجه. هذه الجملة التي قالتها النسوة متضمنة للمكر من 10 أوجه. هذه الأوجه ساقها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه أو فيما جمع من كلامه على سور بعض سور القرآن في تفسير القيم. قال أولا مكرهن في قولهن امرأة العزيز، أي أنت لست عزبة، أنت متزوجة، أنت امرأة رجل، امرأة. لو كنت عزباء، لو كنت يعني أرملة، لو كنت مطلقة تراودين ما في، لكن أنت زوجة عندك من يكفيك بالحلال. فالمكر إذن في قولهن امرأة العزيز، أي أنت امرأة متزوجة. ثم امرأة العزيز، ولم يقلن فلانة زوجك العزيز ما يليق بك، هذا إنما يليق بمن هو أو بمن هي دونك، أنت امرأة العزيز زوجك العزيز، هذا مكر. تراود، أي المراودة كانت منها وليست منه، هي المراودة، والأصل أن الرجل هو الذي يراود المرأة، فقالوا تراود، هذا الاتهام الثالث أو المكر الثالث. المكر الرابع، تراود ولم يقلن راودت، لأن لو قلنا راودت أي في الماضي راودت، وهذا الذي وقع، هي راودت، لكن قلنا تراود أي فعلت وما زالت، فعل هذا فعل مستقبل، تراود الآن ومستقبلا فعل مضارع، تراود فعل مستمر، تراود هذا الرابع. تراود من؟ تراود فتاها، أي إنها تراود فتى، يعني مثلك امرأة العزيز تراود الملك، تراود الوزير، تراود تراود يعني كبار القوم، أما تراودين فتى فهذا عيب، تراود فتى كيف تتنزلين إلى أن تراودي فتى. هذه الخامسة. السادسة فتاها، أي لو فتى غيرها، لا عبد عندك في بيتك كيف تراودينه، أي فتاها هي. وهذه السادسة. السابعة عن نفسه، يعني هو ما يبيك، هو لا يريدها، وهي التي تغصبه على نفسها، عن نفسه. هذه الثامنة. التاسعة قد شغفها حبا، أي أن حبها قد وصل إلى شغاف قلبها، يعني نحن يعني نقول عن في العامية ما يشوف دربه، يعني لا ترى، أصبحت لا ترى. طيب قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين، إنا تزكية للنفس، إنا لنراها في ضلال مبين، هذا أيضا مكر، يعني نحن ما نفعل هذا، أنت تفعلين لكن نحن أبعد وأكبر وأعظم وأزكى وأطهر من أن نفعل ما فعلته أنت. فتاها تقوم بمراودته. نعم، هذه 9 أمور. المكر العاشر أن هؤلاء النسوة يريدن شيئا آخر. كل هذا الكلام الذي تفوهن به يريدن
أن يصلن من خلاله إلى مراد، وهو رؤية يوسف. نريد أن نرى هذا الفتى اللي عفس هذه المرأة، نريد أن نراه. فرأينا أنه من خلال هذا الكلام تكون هناك إثارة لامرأة العزيز فتقوم بإخراج يوسف لهن، وفعلا وقع هذا الأمر.